السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا بزاف للناس اللي بقى في محال مجيت خويا ريال. وبصراحة هذا الأمر ديال الله سبحانه وتعالى، بصراحة شنقول لكم الخوت، احنا درنا المجهود اللي علينا ودرنا بزاف الحوايج، وشي تقدر الله سبحانه وتعالى. لأن خويا ريال مسكين، شنقول لكم راه 5 أيام هو مسكين وسط البير. بصراحه كنا سولنا رجال الامن واش كياكل ما كياكلش، يبقى داك الشيء العلم ديال الله سبحانه وتعالى. واش كيحي وما كانش حي، يبقى العلم الله سبحانه وتعالى اللي بقى فينا الشيء كامل. حنايا كنعزوا الوالدين ديالو، الله يعظم الاجر في ولدكم خويا ريال، والله يصبركم الله يصبركم. وشكرا بزاف، شكرا بزاف الناس اللي وقفوا معنا من جيت خويا ريال، شكرا بزاف، كنشكركم بزاف والله العظيم اخوتي. هذا الشيء تاثر علينا بزاف والله العظيم. ونخلي لكم واحد الكلمه مع خويا محمد توفيق. نعم، كلمتي يعني مختصره ان شاء الله ومختدبه، على اعتبار يعني تجربتنا العينيه في عين المكان. كنا مع ريان، يعني عاشرنا ريان، كنا يعني في احتكاك مع ريان، يعني المعاناه ومعاناتنا كانت يعني بالقرب من ريان. كنا نحس بريان، كنا نسمع دقات قلب ريان، عشنا يعني لحظات عصيبة ونحن نرى طفلا في جب الأرض وفي داخل البئر، وعديد الناس لم يستطيعوا أن يقدموا له شيئا، فكان إحساسا مليئا بالعجز من طرفنا نحن كبشر. فكان واجبا وعلينا أن يعني أن نسأل الله ونلتجئ لله على أنه يتدخل بقدرته من أجل إنقاذ ذلك الطفل الصغير. تعازينا الحارة إلى عائلة ريان الصغيرة، وتعازينا الحارة أيضا إلى الأمة المغربية وإلى الأمة الإسلامية وإلى الأمة العربية. ريان ترك رسالة، وهي رسالة من الله، وهي آية من الله، وهي وصية من ريان جلاها العليم الحكيم. من خلال هذا الطفل الصغير 5 سنوات، مفادها عن وجب علينا أن نكون متضامنين، وأن نكون يعني إنسانيين، وأن نكون في تآزر وتواد وتراحم. تركنا ريان وعلمنا ريان، طفل صغير علمنا، يعني الطفل الصغير علمنا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العمر ليس مقياسا يعني للاستفادة وللإفادة، إنما يبقى أن الله في قدرته وفي ملكوته يفعل ما يشاء. يقدر بطفل صغير وقد فعلها في عهد فرعون، بطفل صغير غير الله به حكم فرعون وهامان وجنودهم، وحكم قارون بحكم طفل صغير. فرأينا تلك الآية ورأينا هذه الآية. فلذلك أنا أقول للأمة المغربية ولأمة العربية، الوحدة ثم الوحدة، لقد قال لكم ريان الوحدة ثم الوحدة، ولقد قال لكم رب ريان الوحدة ثم الوحدة، وأكدها بهذا الطفل الصغير. فأدعكم مع نور الدين لكي يقول لكم ما يريد أن يقول. تفضل نور الدين. جزاك الله خيرا أخويا محمد. بصراحة والله العظيم أخوتي شنقول لكم، إحنا يا 5 أيام وإحنا مع أخويا ريال، شنقول لكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. درنا واحد الواجبات، درنا بزاف الحوايج، درنا فوق الجهد ديالنا لحقاش الناس رجال الأمن قدرونا بزاف، والناس ديال القبيله تا هما قدرونا بزاف والله العظيم. دعوا معنا خوتي المغاربه كاملين كلهم، شكرا بزاف الناس اللي دعوا معنا. واش نقول لكم الخوت، هادشي تبقى الامر ديال الله سبحانه وتعالى. حنا خويا ريال العالم كامل بقى فيه الحال، العالم كامل تعلم من الجهه ديالو، العالم الدول العربيه دول اوروبيه، العالم كامل بقى فيه خويا ريال. حقاش الحادثه هذه ما عمرها وقعت في العالم، ولكن من غير سيدنا يوسف، والحمد لله على كل حال. خويا ريال كنطلبوا الله يرحمه ويوسع عليه، والله يجعل ربي يصبر والديه، والله يجعل ربي يصبر عائلته كامله. وهذا الشيء اللي طال الله خوتي المغاربه، وتحياتي لكم
ألف تحية وشكرا بزاف على التساهم ديالكم والتفاعل ديالكم والدعاء ديالكم اللي دعيتهم على والله العظيم أخوتي المغاربة. والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. خليكم مع أخويا محمد. نعم، كلمتي الأخيرة يعني سأتطرق فيها إلى كما قلت إلى رسالة ريان وإلى وصية ريان. يعني ذهب ريان وترك رسالة للعالم، مفادها أن وصاكم ريان ووصاكم نبي ريان ووصاكم رب نبي ريان على الوحدة للأمة الإسلامية والوحدة للأمة العربية والوحدة للأمة المغربية. وقد أكد ريان عبر يعني حالته الجسدية وهو داخل حفرة على عمق 32 مترا بأحاسيس صغيرة، أحاسيس مرهفة، أحاسيس تدل على أنه يريد أن يعني يوصل لنا شيئا، فقد أوصل لنا أن هذه الأحاسيس التي يحس بها وهو في المعاناة على أن هنالك أطفالا كثيرون سواء في العالم الإسلامي سواء في العالم جوعى ضعفاء تحت الأنقاض يعانون الحرب يعانون الويلات. فريان قال لنا عليكم أن تنقذوا الإنسان، ريان قال لنا أنقذوا الإنسان، ريان قال لنا ووصانا أن أنقذوا الأطفال، أطفال سوريا، أطفال ليبيا، أطفال اليمن، أطفال لبنان، أطفال غزة، أطفال القدس، أطفال الشيخ جراح، أنقذوهم، أنقذوهم إذا كنتم تحبون ريان. فنقول لكل العالم إذا كنت تحب ريان فأنقذ كل أطفال وكل الأطفال وأنقذ كل طفل، فكل طفل يمكن ويمثل ريان. فآخر كلامنا أنقذوا كل طفل، فكل طفل هو ريان. شكرا للعالم، شكرا للمغاربة، شكرا لحكام المغرب، شكرا لكل العرب على مؤازرتهم، شكرا للجزائر وللجزائريين على أنكم أكدتم على أن الصفحة والوحدة هو المصدر والأساس لقيام ونهوض الأمة الإسلامية والعربية. فبدون الوحدة وبدون التضامن لا يوجد هنالك ازدهار ولا نماء. وأشكر كل مسؤول قام على مجريات الأمور، ونشكر ملك البلاد ونسأل الله له الشفاء على أنه كان متبعا لكل مجريات الأمور وأعطى تعليماته السامية من أجل تسريع وتيرة الإنقاذ. قدر الله أن يموت ريان، وقلتها وأكررها، مات ريان الجسد، إنما روح ريان ستظل معنا بإذن الله لتعلمنا ألا تنسوا على أن الله على كل شيء قدير. شكرا لله على أنه علمنا بريان على أننا كإنسان وجب أن نتوحد ونتضامن ونتعازر. تعازينا أكررها لأسرة ريان، لأبي خالد ولأمه، وتعازينا للأمة المغربية، وتعازينا للأمة العربية والإسلامية. رب اجعل هذا البلد المغرب آمنا، وكل بلاد المسلمين أمنا سخاء رخاء يا رب العالمين. وآخر كلامي أن الحمد لله رب العالمين. تحية لكم جميعا. جزاك الله خيرا أخويا محمد تبارك، شكرا بزاف. تحياتي أخوتي المغاربة، ونخليكم أخوتي، والسلام عليكم.